والاستمرار والتواصل. منذ تأسيسها تمكنت رابطات يدخل المغرب تسجيل مشروعات ثقافية على عاتقها لتحقيق بعض الإنجازات. وتكلفت مسيرتها بالنجاح حيث أصبحت تضم حوالي 6000 منفردة من مبيعات الدولات يحملونها من كتاب الوطن. ويسعين إلى المساهمة الفعالة في إشاعة ثقافة بلادنا وملامسة مختلف القضايا الثقافية والأدبية والاهتمام بجميع أشكال التعبير الأدبي والأخذ بعين الاعتبار الإسلام الأماصري الحسان. وقد عمل اللجنة التحضيرية والمؤسسة التي كانت تكون حينئذ من الكاتبات المرحومة عزيزة علي عمر وملك الإسلام وملك العصر ورشد القاضي وصمود دوران والعالم العلمي على وضع الحشد الأساس لربط كاتبات المغرب وتشكيل مكتب الرابطة ووضع تصور لهياكلها. لكن للأسف الشديد هؤلاء المؤسسات افتقدنا وفقد معه العالم بيومته العربي وكذلك على المغرب خاصة بوفاة أحد أعضائها البارزة وهي المرحومة عزة يحيى. بهذه المناسبة أطلب منكم أن تقفوا مع احترام وإجلال لقراءة سورة الفاتحة وربط المرحومة. شكرا لكم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين هم الصديقون والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتؤمن قلبه أمرك كانت تمد الخير إلى كل إنسان كانت مشغولة بنفوس مفاتيح الأم السلام عليكم. التقيت بها هذه المرات الكثيرة وإحدى المرات قمنا بتعليمها نحن في اتحاد المغرب للسجن في المدينة المحمدية وشأنت الظروف أن تكون معي في نفس المائدة العشاء وتحدثنا كثيرا وقالت لي يوما من أجل وضع القضية الصحراوية نسيت أذكر كلامها أنها تعشت في دولة أوروبية فضلت في دولة أوروبية وتغدت في دولة أوروبية ثانية ثم تعشت في دولة أوروبية ثالثة من أجل قضية المواطن. رحم الله السيدة وأسكن فسيح جناته. ونعطي الكلمة إلى كاتبة الفرع سخرة مارة السيدة الشاعرة الخلوقة فاطمة الجديدي فتفضل إلى المنصة تحت تطبيقاتك. وهذا ما تبناه فرعنا من خلال المصابة
القرع الأكليل خيرات لنا، وسوف نعرف بالفائزين معنا بالشواهد التكريمية. وفي الحقيقة كلنا فائزون، لأن هدفنا هو المشاركة في الفعل الثقافي، والمهم استجلاء الجمال والتعبير عن الذات، لأن الكتاب بنوا بيئاتهم خصوصا حين نكتب على الوطن، فحب الأوطان من الإيمان. إن الإبداع النسائي أكثر قربا من الهوية، لأن المرأة هي الأم والمدرسة التي إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقا من أجل بناء مبنى المواطنة، لأن روح المواطنة تربية وتعليم، وهذا طبعا لا تكتمل أبعاد وصوله إلا من خلال مشاركة كل الفاعلين بالانفتاح على كل الشركاء من السلطات الإدارية والمنتخبات الإقليمية والجهوية والوطنية لنشر ثقافة روح الدستور، خصوصا الفصل 19 من أجل أفاق المناصرة في مجتمع يعي كافة التحديات، لأن النساء شقائق الرجال لبناء وطن متكامل وصنع جيد ناضج لمستقبل أفضل. آخرا وليس أخيرا، نكرر الترحاب بكل الحضور الكريم، ونشكر الأستاذة بديعة الرادي رئيسة رابطة كاتبات المغرب على حضورها ومباركتها في افتتاح الفرع الإقليمي سيرة سمارة للرابطة، ونرحب بالدكتورة زهور العز عضو المكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب، ونرحب بحرارة بالسيدة رئيسة رابطة كاتبات المغرب فرع سيدي قاسم الأستاذة ليلى الشامي، وكذلك نرحب بجميع الضيوف الكرام، ونوجه الشكر لكل المساهمين المعنويين لإنجاح هذا النشاط الذي هو تكريم لكل الحاضرين، ولا ننسى رفع الشكر لأطر دار شباب المسيرة على رأسهم السيد المدير المحترم. تحياتي للجميع، وما أؤكد عليه رحم الله الأستاذة عزيزة يحيى عمر. والآن نرحب برئيستنا الجديدة على رابطة كاتبات المغرب الأستاذة بديعة الرادي، لنا مكسب جديد إن شاء الله ستقدمه الأستاذة بديعة الرادي. والآن مع كلمة أستاذتنا العزيزة التي شرفتنا بحضورها سيدة رئيسة رابطة كاتبات المغرب الأستاذة بديعة الرادي. ونستطيع أن ننفض الغبار عن الأدب والإبداع، ونستطيع أن نقول للمواطن المغربي نحن في المركز أو في الجهة أو في الفرع في الجبل أو في الأزقة الضيقة أو في الفيلات، إحنا ما عندناش حتى شي حق اجتماعي، كلنا مواطنين مغاربة، وسنعمل مع بعضنا كي يكون المواطنون سواسية في هذا الوطن العزيز. نحتفي المستقبل بالعمل المؤسساتي الذي ينادي به صاحب الجلالة نصره الله وأيده. لماذا نقول العمل المؤسساتي؟ لأننا كلنا ذاهبون، كلنا سنموت، لكن ما يبقى هو العمل المؤسساتي، العمل المؤسساتي الذي يغرس وردة من أجل الوطن، فيه التناوب وفيه الديمقراطية وفيه الاشتغال الحقيقي وفيه التنسيق الحقيقي. أقول لك سيدتي، أنت لا تتحدثين من موقع الضعف، أنت اليوم تفرضين وجودك بالقانون على السلطات المحلية وعلى السلطات المنتخبة، وينبغي أن يكون شركائك في بناء المغرب الثقافي الذي ينبغي أن يكون، وفي بناء النموذج التنموي. لن نتساهل مع أي أحد سد الباب في وجوهنا. شكرا لكم جزيلا، وحضوركم دعم لنا ودعم لهذه السيدة التي رغم ظروفها القاسية فهي تشتغل باستمرار، وتشتغل بثبات، وتشتغل بحب، وتدق الأبواب وترجع لتدق الباب من جديد رغم أن بعض الأبواب استعصت عليها. شكرا لك سيدي، ولو أن جوجل لم يسعفك بأن يقول لك بأنني
بأنني مستشارة سيدنا الله ينصره بالهيئة العليا للإعلام السمح البصري، كنت تشرفت كثيرا بأن يعينني هذا الرجل العظيم وأنا ابنة الشعب أن يعينني مستشارة له في الهيئة العليا للإعلام السمح البصري، وأنا أعتز بمكاني، لكنني هنا وبحكم القانون الذي يمنعني كي لا أتكلم باسم هذا المنصب، بل أتحدث باسمي كرئيسة رابطة كاتبات المغرب. شكرا لكم. الكاتب الآن ما يطلعه فتصفد مشكورة. أمين الإمام حنان هاني، مستشارة مكلفة بكل ما هو إعلامي، الشاعرة الزجالة حليمة المجاهد، مستشارة ومنسقة خديجة بالبزار، فاطمة جنيدي كاتبة الفرق، هي رئيسة جمعية تفتيش وتأسيس ذات الأدمان، رئيسة رابطة كاتبات المغرب فرع السكان في سنة السابقة، رئيسة رابطة كاتبات المغرب فرع السكان. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مدينة مارا دار الشباب بالمسيرة واحد، نقيم حفلا افتتاحيا لفرع رابطة كاتبات المغرب، الفرع الإقليمي صخيرة تمارا. معكم رئيسة الفرع فاطمة جليدي. رابطة كاتبات المغرب الفرع الإقليمي الفرع مدينة زكان سابقا، من خلال حضور الأستاذة بديعة الرادي معنا في هذا اللقاء اليوم، قد تم افتتاح فرع رابطة كاتبات المغرب الفرع الإقليمي صخيرة تمارا، وكذلك احتفالنا بالمناسبة بذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وليد تمت ولادته اليوم بعمالة مدينة صخيرة تمارا، وتم حضور الجميع من الفاعلين الثقافيين والأساتذة الشعراء من كل المدن المجاورة، ورحبنا بشعراء مدينة تمارا كذلك. بالنسبة لميلاد فروع رابطة كاتبات المغرب، إننا نرسخ لثقافة القرب، وهذا مبدأ من مبادئ رابطة كاتبات المغرب، وكذلك نرسخ من خلال مسابقتنا التي تمت على الفيسبوك تشجيع جميع المبدعات والمبدعين من جميع الأصناف، سواء ما هي أدبية أو ما هي أكاديمية. والآن كذلك سنمد الفائزين بشواهد تقديرية على ما بذلوه في هذه المسابقة، وطبعا كلنا فائزون، لأن الفوز الحقيقي هو المشاركة والإبداع، خصوصا لما يكون شعار الاحتفال لننشد للوطن وحب الأوطان من الإيمان.